ولتحليل أبرز ما جاء في بورصة مصر وأسواق المال الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سعد مدير بشركة جدوى لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني بداية أستاذ أحمد، البورصة المصرية شهدت اليوم ارتفاعات جماعية، ما رؤيتك لجلسة اليوم وأسباب هذا الارتفاع بعد انخفاضات أمس؟ الحقيقه طبعا اداء متابعين السوق اغلق النهارده عند 10180 ثم فوق مستوى 9600 نقطه، يقول مره اخرى للصعود الاختبار عند نقطه مقاومه مهمه 10600. بالنسبه للشركات السيارة المتوسطه طبعا السوق اغلق النهارده عند مستوى 2216، نعم، ثم السوق عند مستوى 2100 طبعا يقول مره اخرى للصعود الى 2350. نعم. طيب أستاذ أحمد، ما توقعاتك لأداء السوق الفترة القادمة، وهل تنصح المستثمرين بفتح مراكز مالية جديدة؟ طبعا أحجام التداول طبعا ده بيخلي المستثمر بيشتغل بشكل مطمئن ويساعده على انه يقوم بعمليات جني أرباح وعمليات متاجرة سريعة. طبعا النهارده كان في دخول سيولة مؤسسية جديدة ملحوظة، واستمرار نشاط الأسهم المتراكمة بشكل ملحوظ، الاستفادة من الأسهم القوية في المتاجرة السريعة والعكسية لفي أرباح، طبعا ده من ضمن اهداف المستثمرين الفتره القادمه يعني. نعم. بننصح طبعا المستثمرين ان هم التمركز في اسهم تكون عند اصول جيده، والفتره اللي جايه دي ان شاء الله نشاط توزيعات ارباح في الربع الثالث تكون جيده ان شاء الله. ان شاء الله. طب خلينا ننتقل لاسواق المال الاماراتيه والتي شهدت تباينا في الاداء، نبدا من بورصه ابو ظبي التي اغلقت على انخفاض طفيف. ما تحليلك لاداء الجلسه وابرز ما جاء فيها من احداث؟ طبعا ابو ظبي اغلق النهارده عند 9962 نقطه، نقطه بدعم مهمه جدا 9800، الثبات فيها هيؤول مره اخرى للصعود ونقطه مقاومه مهمه عند 10200. نعم. طبعا بلغ النهارده ارباح التوزيعات المدرجه في بورصه ابو ظبي حوالي 10 مليار جنيه. اهم طبعا القطاعات النهارده كانت البنوك والمرافق العامه والعقارات والاغذيه والمشروبات. ابرز النهارده الشركات اللي نتائج اعمالها في الربع الثالث ادنوك للتوزيع تجاوز التوقعات طبعا، وكانت اعلنت عن ارباح 390 مليار درهم مقارنه بالربع الثاني اللي هو 635 مليون. طبعا شركه الياسات برضو اعلنت عن ارباح فوق التوقعات وتجاوزت 25 مليون دولار مقارنه بالربع الثاني. نعم. طبعا بورصه ابو ظبي بورصه مستقره وما زال الاجانب مركزين على الفتره القادمه بشكل قوي يعني. نعم. وماذا عن سوق دبي الذي أغلق على ارتفاع؟ طبعا بورصة دبي النهارده أغلقت عند مستوى 3463، الثبات فوق مستوى 3455 مرة أخرى يقول له الصعود مرة أخرى ل 3662 ثم 3850. أبرز القطاعات النهارده في بورصة دبي كان القطاع العقاري حوالي 24% من تمييزات السوق، ويلي قطاع الاستثمار كان 17% من تمييزات السوق، يلي الخدمات ثم المرافق العامة والبنوك. طبعا النهارده الجلسه فتحت على خبر افتتاح ثلاث وجهات في مدينه اكسبو، وده خلى قطاع العقار النهارده يشهد اقبال ملحوظ من بعض المستثمرين. وزوره نتائج اعمال الربع الثاني طبعا مبشره بالنسبه لسوق دبي، ومع اعلان طبعا مجلس اداره الكهرباء والميه ان هم هيناقشوا موضوع التوزيع الربع الاول ان شاء الله، والربع الثاني والربع الثالث والربع الثالث ان شاء الله. نعم. فنشكر استاذ احمد سعد مدير بشركه جدوى لتداول الاوراق الماليه على مشاركته معنا.